اولا كنشكركم على الزياره اللي درتوا للدريوش، ولكن بالنسبه لينا كنعرفوا الدريوش مزيان، ما كان يحتاج للزياره، لانه اصلا كتعرفوا بانه الدريوش بالنسبه للمستشفى ما عندوش ميزانيه ديال التسيير، وما كيستخلصش الاتاوات لحقاش ما عندوش لاكاس فين غيمشيو، والاطباء ما كاينينش، والممرضين ما كاينينش، والطبيبه انتقلت بدون اذن ديال السيد المدير وما تعوضاتش. اذن عوض انه نديروا ذاك المسرحيه انه نمشيو نصوروا، كنا خاصنا اصلا نعينوا اطباء ونعينوا قبل ما نفتحوا المستشفى، ماشي عاد يلا دابا نمشيو نقلبوا البريز خدام ولا ماشي خدام، لانه انتم كتعرفوا بانه تفتح قبل الوقت ديالو وبدون ميزانيه. سيد الوزير شكرا. سيد نائب، هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا سيد الوزير. السيد نائب المحترم، كنت نعيط لك جيت تمثل معايا انا في ذاك التمثيليه وتحضر معايا في الدريوش، واللي بغيت نقول لك ان المستشفى ديال الدريوش الا ما في خبرك شاي ان النهار اللي تحل تعطات له 140 ديال الموارد البشريه باش يخدم وفيه جميع التجهيزات، واليوم يسير شوف المستندات اللي كاين لي ريجيس تشوف شحال ديال الاجراءات اللي قام بها من النهار اللي تفتح. شكون اللي دار هذاك الشيء؟ الاشباح، ما كاينش الموارد البشريه. دونك ولكن نتفق معك انه ناقصين بالنسبه للحاجيات ديال الساكنه. هذاك الشيء علاش ذاك الزياره كانت اولا لان توقيع اتفاقيه وكان واحد الدعم ب 100 ديال الموارد البشريه لجميع اختصاصات. ثانيا اننا درنا زياره تفقديه، كيفاش هاد الناس كيعملوا وعلاش الساكنه، باش نفهم علاش الساكنه كتقول بان اقليم المستشفى ديال الدريوش مسدود وما فيهش وما فيهش. بقى ساكت، كطلب لي ديال الزياره دابا ومشيت للدريوش طلع الكرمه هبط، شكون قالها لك؟ اش كطلب مني؟ بقى نتفرج، كان كندير مسرحيه. انتهى التوقيت السيد الوزير.